لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، عن أبي العاليات عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله عز وجل قوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومن حديث جابر أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك لعلنا نؤمن به. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذا الحديث حديث حسن بمجموع شواهده، رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي والبيهقي وغير واحد
حسنه الحافظ ابن حجر، وكذا السيوطي، وكذا الألباني رحمهم الله تعالى. وهو حديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له المشركون: انسب لنا ربك، يعني ما نسبه، وقول اليهود: صف لنا ربك، أي ما صفه عز وجل. فأنزل الله تعالى هذه السورة العظيمة التي تسمى بسورة الإخلاص، وتسمى بسورة قل هو الله أحد، وتسمى أيضا بالأساس، وغير ذلك من أسمائها. هذه السورة العظيمة هي صفة الرحمن جل وعلا، ومن فضائلها أن من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة رضي الله عنهم بذلك، أمرهم أن يحتشدوا في المسجد، وأنه سيذكر لهم سورة تعدل ثلث، وأنه سيقرأ عليهم ثلث القرآن. فخرج عليهم من بيته يقرأ قل هو الله أحد، قال: تعدل ثلث القرآن. وعند الإمام مسلم، رحمه الله تعالى، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد جزأ القرآن ثلاثا، منه قل هو الله أحد. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فالقرآن قصص وأحكام وعقائد. قل هو الله أحد تشمل صفة الرحمن سبحانه وتعالى، فهي ثلث القرآن. ويحتمل أن قارئها يعطيه الله عز وجل ثوابا من قرأ ثلث القرآن. كذلك أيضا هذه السورة العظيمة فيها اسم الرحمن الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة المسجد فوجد رجلا يصلي يدعو ربه: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. كذلك أيضا سورة محبتها توجب محبة الرحمن سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مرة سريا وأمر عليهم رجلا من الأنصار، فكان إذا صلى بهم يختم بقل هو الله أحد، يعني يقرأ سورة ثم يقرأ سورة قل هو الله أحد، وذلك في كل ركعة وفي جميع صلواته. فلما رجعوا ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يفعل ذلك؟ يقول: لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها. فقال
لأنها صفة الرحمن. كذا أيضا دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، قال وجبت. قال أبو هريرة رضي الله عنه ما وجبت يا رسول الله؟ قال الجنة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أن من قرأ هذه السورة 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. قال عمر رضي الله عنه إذا نستكثر يا رسول الله؟ قال الله أكثر وأطيب. من قرأها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. وكذا أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من قرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، صباحا 3 مرات، مساء 3 مرات، كفاه الله عز وجل، كفاه الله تعالى، كفاه الله في اليوم 2 مرات، كفاه صباحا وكفاه مساء. سورة عظيمة فضلها عظيم. يقول الله عز وجل معرفا نفسه لنا واصفا نفسه لعباده سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد، الأحد الذي لا نظير له، أحد لا نظير له، لا وزير له، لا نديد له، لا شبيه له، سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، أحد لا نظير له، سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو الأحد الذي لا نظير له. وغيره إذا وصف بكلمة أحد فإنها توصف مضافة، يقال فلان واحد زمانه، أو فلان أحد زمانه، يعني لا شبيه له في العلم مثلا، أو في العبادة والورع مثلا، لكن أحد الأحد هذه لم يوصف بها ولم يسمى بها إلا الله، لأنه الكامل من جميع الوجوه جل وعلا، سبحانه وتعالى لا نظير له. قل هو الله أحد، لا نظير له، لا شبيه له، لا عديل له، سبحانه سبحانه. الله الصمد، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، سبحانه وتعالى. يقال بيت مصمت، يعني بيت يقصد، فربنا عز وجل هو الذي يقصد في الحوائج، جميع الخلائق تصمد إليه في حوائجها، يعني تقصده سبحانه وتعالى. فانظر حتى الكافر إن وقع في شدة فإنه يخلص الصمدية لله، يخلص القصد لله، يدعو ربه تعالى مخلصا له الدين لينجيه من كربته وشدته. فالله تعالى هو الذي يقصد في الحوائج وفي الرغائب
سبحانه وتعالى عما يصفون، أي تنزه ربنا وتقدس وارتفع وتعالى عما يصفون وينسبون إليه من ولد أو صاحبة أو شرك. سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك علوا كبيرا، بديع السماوات والأرض، مبدعهما منشئهما، خالقهما على غير مثال سبق. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ أي لم تكن له زوجة، فالولد لا بد من زوج وزوجة. رب العباد سبحانه لم يلد ولم يولد، لم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء، هو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الرب وما سواه مربوب. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. سبحانه ينزه نفسه سبحانه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اي لم يكن له شبيه. فالكفو بمعنى الشبيه والمثيل والنظير، ولم يكن له كفوا احد، اي لم يكن له شبيه سبحانه وتعالى ولا مثيل عز وجل، لا يماثل أحد، لا يشابه أحد، ليس كمثله شيء. سبحانه هل تعلم له سميا؟ أي سمي؟ سبحانه سبحانه أحد لا نظير له، لا شبيه له سبحانه وتعالى. العظيم الذي كمل في عظمته، والسيد الذي كمل في سؤدده، والحليم الذي كمل في حلمه، والعليم الذي كمل في علمه، كبير لا أكبر منه، عظيم لا أعظم منه. سبحانه وتعالى عز وجل هذه صفته، سبحانه صفة عظيمة، صفة كمال وجلال وجمال. سبحانه هذا هو ربنا عز وجل، فمن أحب هذه الصورة فإنه يسعى في مرض الله، فللمحبة مقتضى. ليست المحبة كلاما ولا ادعاء ولا زعما، إنما المحبة عمل، أنك تسعى في مراض الله، وتحب ما يحبه الله، وتبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك
سيما في السور المكية التي من أهم خصائصها تقرير الألوهية والنبوة والبعث بعد الموت والجزاء. يعرفنا الله عز وجل سبحانه يقول: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح، فالق الإصباح أي نور الصباح. فمن الذي يأتي بهذا النور؟ من الذي يأتي بفرق الإصباح بعد ليل مظلم شديد السواد؟ إنه الله فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. ليل تسكن فيه الخلائق شمس وقمر، نتعرف من بهما على الحساب، لولا ذلك ما عرفنا الساعة ولا عرفنا اليوم ولا عرفنا الشهر ولا عرفنا الفصل ولا عرفنا السنة. ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، في ظلمات البر والبحر. هذا في بحر إن ركب إنسان سفينة وكان في وسط البحر، لا يرى حوله إلا ماء ولا يرى إلا السماء، أن لهذا أن يهتدي في ظلمات البحر، أن له أن يعرف شرقه من غربه أو شماله من جنوبه. كيف يهتدي لطريقه؟ كيف ينتقل من بلد إلى بلد؟ بالنجوم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. تأمل هذه الآية، تأمل في أصلك أيها الإنسان، أصلك من آدم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وهو آدم عليه السلام، ومن آدم خلق زوجه وهي حواء عليها السلام من ضلعه الأقصر الأيسر، ومنهما بث رجالا كثيرا ونساء، بث رجالا كثيرا ونساء، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كم من البشر، كم عدد البشر، لك أن تتخيل ذلك. انظر، الأرض للأحياء مستقر وللموتى مستودع. أحياؤنا يعيشون على الأرض، ومن مات منا يدخل في مستودع تحت الأرض، يحفظ فيها، يحفظ في مستودع بطن الأرض. لذلك إكرام الميت دفنه. كم من البشر في مستودع الأرض، كم من البشر منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يحصيهم إلا الله. هؤلاء البشر تأكلهم الأرض إلا الأنبياء والشهداء، ولا يبقى من الإنسان إلا أرض صغيرة لا ترى.
فأن للبشرية أين أن للبشرية عقولهم؟ أين عقول الناس؟ أين عقل المشرك الذي يشرك مع الله غيره؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. صفة الرحمن تجعل العبد يحب ربه تعالى من كل قلبه، ويسعى بجوارحه في مرضاته جهدا، ويسعى في تحبيب الناس في رب العالمين، ويسعى في تحبيب رب العالمين للناس سبحانه وتعالى. وذلك العبد هو حبيب الرحمن، هو صفوة الله من خلقه كما قال الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، لم نتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل لنا الموت راحة من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أعمالنا أواخرها، واجعل خير أيامنا يوم لقياك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واخذ الدين عن المدينين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم من ولي من أمر أمتنا شيئا فشق علينا فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتنا شيئا فرفق بنا فارفق به. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، واغفر لنا وارحمنا فيه. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجعل شهر رمضان شهر رحمات وبركات وخيرات على المسلمين. اللهم بدل أحوالنا إلى ما تحب وترضى، اللهم بدل أحوالنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر وتقوى. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.